البلاصه هذه نتاع الناس ما خلاوها مثال، اعطاو لها استفاده وما مدوا لهمش، خلاوها للمثال للفسق والحرام، خلاوها تطايش. حنا الناس دائما نجريو، الاولاد نتاعنا فسدوا، نتاع الناس فسدوا. على كل حال نطلبوا من الرئيس الدوله بو عزيز بوتفليقه والسلطات المحليه ديرنا حل للبلاصه هذه، تفرقها للناس مواليها والا تبنيها والا ديرها اي حاجه. حنا واش هو نحوسوا على هنا، ما نحوسوش على المشاكل، ما نحوسوش باه ندورو. انا ماذا بينا تفكنا من هذه البقعه. والسلام عليكم الحاج اخويا. انت هنا في البلاصه هذه ما صراوش مشاكل مناوشات؟ صراو اخويا صراو، جو البوليس، جو الحمايه المدنيه، صرات قدام المشكل. راهي ماوش غير خطره، ماوش غير زوج، حتى الشرطه راهم جاو هنا. وكل خطره، كل خطره البلاصه هذه كي تسخروا انتم منها تتعمر. بصح واشني هو يعزمونا بها؟ إذا كان عندهم رخصة يديو يعطيو الناس يعطيوهم على أرواحهم، وإذا كان حب يخدموها يخدموها على أرواحهم، المفيد ما يخلي المهم ما يخليوهاش. أنا عبسي الشريف، نسكن في حي الراشبي، ما عندناش ماطيك والله. إحنا جا كل جزائريين إحنا والله. شوف الزباب ما عندنا والو، كون على الأقل يديرولنا ماطيك ونلعبو فيه. إحنا والله هنا نطايشو فرات، نلقاو نلعبو ساعات في الطريق، ساعات نلعبو من واش طلبوا من السلطات؟ نلعبو من السلطات انه ينحيو الزباله هذه ويديرو لنا ماطيكم نظيف كي العباد كيما الجزائريين كل. قطعة الارض اللي رانا عندنا عليها المشكل هذا، هاك تشوفوا ولات وكر الدعارة، اللي المخدرات، الشراب، الحوايج اللي خاطين الطريق كلهم يديروا فيهم هنا، والسلطات هم ساكتين مخلينا. حنا يمدوا لنا الطرف تاعنا تنظاف البلاصه، تنحى الشوماج، تنحى المشكل تاع السكن. الرئيس ديما يعيط نحيوا المشكل تاع السكن، المشكل تاع البطاله. المسؤولين هذو يكونوا قد المسؤوليه تاعهم ويمدوا لنا القطعه تاعنا، وبربي ان شاء الله ما تقعدش كيما هكا. حنا رانا نديروا كلش بالطرق السلميه، يديروا لنا حل، يعطيونا القطعه تاعنا. كاينه ناس مسلكه، كاينه ناس عندها احكام، كاينه ناس مستفاده وقاعده تستنى. واحد كاري ويطايش، واحد ولا في عمره 60 سنه، كنت راح يبني وكنت راح يسكن في الدار هذه. كاين اللي مات، والسيما كان دير 20000، دوك اليوم يدير 80000. يمدوا لنا خويا الطرف تاعنا، واحد يتمرمد معاه مش كفايه. فهمت؟ حنا يعطيونا قطعه الارض تاعنا، وناشد الوزير الاول وفخامه رئيس الجمهوريه يديروا لنا حل، يديروا لنا حل. حنا هذه السلطات غلبنا منهم، نقول لك الحق. غلبونا، عندنا 15 سنه حنا طالعين هابطين. الوالي قلنا روحوا للمدير، والمدير يقولنا الوالي، ولات مداوله الانشاء وما نعرفوش هي، ما فهمناش عند من المشكل. اللي نطلبوا من السيد الوزير الاول وفخامه رئيس الجمهوريه يديروا لنا حل في اقرب وقت. حنا رانا قاعدين سوفريو، رانا مرضنا ما نخدموا، ما لبنا بولادنا، نهار كامل حنا نجريو على الارض هذه. كاين معنا ناس في عمرها 60 سنه وكتا راح يدير الارض وكتا راح يبنيها وكتا راح يسكنها. حنا معليش، حنا ناس صغار دوك ما كانش مشكل. وكاين معنا ناس في عمرهم 70 سنه، كاين واحد مات بالموفيصة تاع الارض هذه. وحنا ناس عاقلين تاع عين مليل هذو، ماناش تاع مشاكل. راحوا الام البواقي مدوا 1000 طرف، راحوا العين فكرون مدوا الارض، راحوا العين بيضاء مدوا الارض. عين مليل هذه ما فهمتش وش فيها عين مليل هذه. عين مليل الناس خدامه على ارواحهم، رجال فوحل، هذه هي. فهمت؟ حنا مشينا هكا، ما نديروا مشاكل، ما نحرقوا ما نكسروا. حنا رانا نناشدوا في السلطات يديروا لنا حل في اقرب وقت. نوجه النداء نتاعي اللي نوجهه للسلطات والمسؤولين، انهم يشوفوا في هذه الامه، يشوفوا في هذه الناس زواوله، يشوفوا في هذه الناس اللي ما عندهمش مأوى، ما عندهم والو، ناس فقراء، ناس ضعفاء، ناس ما عندهم حتى شيء، ناس ما عندهم حتى لا سند، لا سند. اليوم رئيس الدائره يقول لك انا ملف تاع الهش طويطو، طوال ملف الناس هذي. وين تروح؟ وين تروح؟ يبنيو لنا خيم؟ اذا كان يستعد باش يديروا لنا خيم، يديروا لنا ملجا كي تاع الصحراء الغربيه ولا تاع مالي، يتفضلوا يديروا لنا حل، يا ملجا يا يسكنونا هكا، باش حنا بعد نعرفوا روحنا واش نكونوا، يا هنطره جزائريين يا هنطره لا. هذا واش راني نطلب انا من المسؤولين تاعنا؟ ويقول لك حقوق الانسان وحنا منا ويظلوا بالفاليزات نتاعهم والدبلوماسيه. الناس راهي ضايعه في بلادنا،
الناس راهي ضايعه في بلادنا، يهز كابتو ويجي يشوف الناس، يجي يشوف الناس اللي راهي عايشه في القصدير، عايشه في لاميونت، عايشه في التيرنيت، عايشه في زدريه، اطفال مشاكل مرضى بلاميونت، خلا دار واحد عنده الكونسير، واحد ما على باليش واش عنده، كل واحد ماشي يعاني. هذا منكر، هذا منكر، هذا عيب، عيب في دوله جزائريه مستقله قد نسنا نعيشوا هذه المعيشة هذه. نطلب من المسؤولين، نطلبوا لجنة مختصة تجي تعاين هذه العائلات، تعاين هذه العائلات، رانا في أزمة لا يرثى لها، وإحنا على أبواب رمضان، إذا عندهم ذرة إيمان في قلوبهم يجيوا يشوفونا. هذا ما راح نقول، نتمناو المسؤولين تعينوا لنا لجنة تجي تشوف أوضاع الناس ولا اوضاع الناس. حنا لهنا ما كانش مسؤول اللي راه واقف في جنبنا ولا على الاقل جا طلع علينا ولا شاف الوضعيه تاعنا.